محمد عباس، هذا الفهد الأسمر عباس الإنجليزي زي ما سماه الأستاذ نجيب الموسيكاوي عليه رحمة الله، بيتحدث في حوار الصراحة وتوعية الشباب: أشعر بالندم وليت الزمان يعود يوما، طريق الانحراف دمرني وكان بإمكاني كتاب التاريخ كبير، الأهل نعمة كبيرة حافظوا عليها، منهم لله أولاد الحرام والأهلي أقوى وأفضل، والبدر مدرب محترم، الجوهر اكتشفني والبقال خطفني من الزمالك، كنت أخاف على الخطيب من عنف المنافسين. طيب، ده حوار مهم. لماذا سمي عباس بعباس الإنجليزي؟ مباراة الأهلي الودية مع كان مين من الأندية الإنجليزية؟ ساوثهامبتون. و الخطيب هيدوكوتي، فاجئنا ان في لعيب اسمر بيسخن. قعد يسخن 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 ونسيه هيدوكوتي في الشوط الثاني. بدا الجمهور ينبه الجهاز الفني، ثم تحول الامر الى كوميديا. يا كابتن اللعيب اتحرق. فابتدى هيدوكوتي، في ايه يا جماعه؟ في همهمه في قالوا انت نسيت عباس بيسخن، ما كناش نعرف مين ده لسه. قال له انزل. نزل جاب جولين وكسبنا 3-1 في الفتره اللي هو نزل فيها. وبدا الناس في البدايه يقول ده لعيب اجنبي جديد النادي الاهلي جابه، الى ان عرفوا انه هو لعيب مصري طبعا، واطلق عليه عباس الانجليزي. عايزين نعمل مره كده تعريف دقيق، ولو عندنا ماتشات وجوان ومش عارف ايه، الناس تشوف هذا اللاعب الفز، فز بكل ما تعني الكلمه. جورجويا تقريبا، يعني القوه والسرعه والمهاره. مين يا سيدي اللي قال عباس الانجليزي؟ استنى بقى. مين؟ طب ما احنا قلنا كده، احنا قلنا حاجه، احنا قلنا ان احنا نجيب الاستاذ نجيب المستكف. وكان مين اللي بيسمي اللعيبه يعني؟ على فكره استاذ نجيب المستكاوي اللي قال عباس الانجليزي. طيب، كان كل الالقاب حتى الشواكيش، يعني الشواكيش على الترسانه اللي اطلقها كابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمه. لما عور استخدمها فؤاد أيوة. الكابتن صالح كان بيضرب زي الشاكوش. والاستاذ نجيب استخدمها، خلاص بقى نسبت للاستاذ نسبت اليه. على اي حال، لاعب يستحق ان احنا نلقي عليه الضوء، وتجربته مثيره يجب ان تدرس، لان احيانا تستفيد من تجربه سلبيه اكثر من تستفيد من طبعًا تجربه طبعًا ايجابيه طبعًا. خصوصا لما تشعر ان صاحب التجربه عنده هذا حجم الخساره التي يشعر بها الان. صحيح. كالوتشاي كان يراه لاعب عبقري. بوشكاش كان بيقول ويشتم ما تيجي سيرته. ده رجل يمين ما شفتش كده. وهو عنده اقوى رجل يسار في تاريخ الكره المصريه، بوشكاش ده. صحيح. يعني المفروض ما يملاش عينه لا رجل يمين ولا شمال.